بمناسبة منتخب مصر، عندنا مواجهة النهاردة خلاص اهو كمان ساعات مع المنتخب الغيني، هي تجربة أولى للكابتن إيهاب جلال. وأنا النهاردة كنت بقول في المقدمة، سواء كنت متفق مختلف على تعيين الكابتن إيهاب جلال لمنتخب مصر، هو دلوقتي اسمه المدير الفني لمنتخب مصر، يبقى الدعم والمساندة. رأيك إيه في هذه المواجهة؟ رأيك إيه في الكابتن إيهاب جلال؟ رأيك إيه في مشوار الكابتن إيهاب جلال؟ إن شاء الله يكون مشوار باهر بإذن الله مع منتخبنا الوطني. بص يا كريم، هاخدك بعيد شويه. طالما اتكلمنا على منتخب مصر طبعا، وده كان حصل بيني انا وانت لما حصل حوار قبل كده عن كارلوس كيروش، صح، اتكلمنا عن تاريخ الراجل وان الراجل ده كانت خطوه كويسه جدا ان هم يعينوا كارلوس كيروش، لكن كان بشروط ان الراجل ده لو جاي لمهمه ماتشين ليبيا وفق فيهم يكمل، لم يوفق فيهم يمشي. فكان ده قلنا ان ده قرار خاطئ جدا. احنا في مصر عندنا مشكله رهيبه، مشكله اداريه بقالنا 100 سنه فيها في نفس المشكله الاداريه، وللاسف احنا مكملين فيها. ممكن الكلام ده نتحاسب عليه، لكن انا بقول لك وجهه نظري، وفي الاخر هي وجهه نظر، ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط. يعني احنا بنفتقد للمشروع طويل المدى. وهقول لك مثال بسيط، يعني احنا لما بنيجي نتكلم عن منتخب مصر هنضرب مثل بمنتخب المانيا. المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه ابيدت المانيا. لما جم يفكروا طوروا كل المؤسسات بما فيهم كره القدم، انشأوا معهد لايبزج لتطوير اداء المدربين. هم اعتمدوا على حاجه، ان هجيب مدرب اطور فكره ويبني مشروع متكامل. بناء على ده انا هلاقي النتيجه بعد كده. صح. المانيا في 100 سنه مسك تولى المسؤوليه الفنيه لالمانيا 11 مدرب في 100 سنه. احنا في مصر في 100 سنه 43 مدرب. النهارده الكابتن إيهاب جلال 44 مدرب. فاحنا بنفتقد للمشروع طويل المدى. النهارده بنشوف في مانشستر يونايتد السير اليكس فيرجسون 25 سنه بيمرن الفريق. تعالى في المانيا 11 مدرب في 100 سنه. من 36 ل 64 هيربرجر تولى المسؤوليه، توج بكاس عالم سنه 54. بعد كده من 64 ل 78 جه بعده هيلموت كاس عالم وام اوروبا. بعديهم بيكنباور من 84 ل 90 وصل لنهائي 86 وحصل وتوج بكاس عالم. صح. 90. صح. بعديهم يواكيم لوف 15 سنه. صح. توج بكاس قارات وكاس عالم. صح. فالاستقرار الفني مهم جدا. النهارده في مصر مين مدير فني بيقعد مع الفريق سنتين ثلاثه؟ مستحيل. ده على مستوى الانديه وعلى مستوى المنتخبات. طبعا. النهارده انا بقول لك ال 11 مدرب في المانيا مدربين وطنيين بسبب الشغل كله على. صح. تطوير اداء المدربين. صح. مشروع طويل المدى، فبتلاقي النتيجه. صح. احنا شغالين. انا بتكلم بعيد بقى عن الكابتن إيهاب وبعيد عن اختيارات المدربين. لا، وان شاء الله اللي انت بتقوله دوت يطبق بقى على الكابتن إيهاب جلال. هل يعني ان شاء الله الكابتن إيهاب جلال يبقى هو مشروع؟ بص كريم، احنا مش عايزين نضحك على الناس. هل الكابتن إيهاب لما جه طبعا كل الناس شافت الاعلام في ايام بسيطه جدا. كان في اسماء مطروحه وفي الاخر تم اختيار الكابتن إيهاب جلال. انا كحسن الشامي من اشد المعجبين بالكابتن إيهاب جلال. صح. ولو بتسالني عن اختيار مدير فني وطني مصري، اختار الكابتن إيهاب جلال. كنت لسه بقول الكلام ده بالظبط. اوكي، سالني على مدير فني وطني فهو الكابتن هو هو الاكفأ. صح. بتجارب كتير جدا بعيدا عن تجربه الزمالك. صح. انا شايفها ان هي مش تجربه، لان في فرق كبير جدا يا كريم بين تقييم الحاله والتقييم العام. انا النهارده لما اجي اقيم، ما ينفعش اقيم حاله كابتن إيهاب جلال في الزمالك، لكن لما اجي اقيمه تقييم عام في تجربته مع مصر المقاصه، السنوات الطويله اللي قعد فيها ويوصل لتاني تاني. صح. دوري ويلعب معاهم ابطال افريقيا. صح. انبي لما تولى المسؤوليه الانبي، وانبي بيعاني من الهبوط. الاسماعيلي في مشاكل رهيبه ويتولى المسؤوليه ويقدر ينجح بالاسماعيلي ويحقق 7 مكاسب ورا بعض. لا، هو كمدير فني المصري كان بيستلم الفرقه بتصارع على الهبوط، خلاهم يفنشوا رابع في الدوري. طبعا، فهو كمدير فني انا شايفه الاكفأ في مصر. لكن عشان ما نضحكش على الناس يا كريم، خلينا يبقى عندنا مصداقيه. طبعا. انا شايف ان مفيش مشروع. انا ده وجهه نظري، شايف ان مفيش مشروع. المشروع ده لازم يكون مدروس بشكل كويس جدا. هي. النهارده في ناس بتيجي تبني انديه، تقول لك مثلا زي بيراميدز. هم عملوا ايه في بيراميدز؟ جابوا لعيبه على اعلى مستوى. لكن شوف اتغير كام جهاز فني لبيراميدز. هل النتيجه كانت ايه؟ ان بيراميدز مكانه، رغم ان بيراميدز بيدفع فلوس اكتر من الاهلي والزمالك. فالقصه مش قصه ان انا اوفر عامل مادي. ادوات النجاح كتيره جدا. منها العوامل الماديه، منها الجمهور. طبعا. منها حاجات كتيره جدا. صح. انت وفرت كام اداه من الادوات دي؟ ليه النادي الاهلي مختلف؟ ليه نادي الزمالك بيجي بعد النادي الاهلي مختلف؟ عشان الناس دي عندهم قاعده جماهيريه محترمه، مفيش مشاكل ماديه. الاكثر استقرارا سواء اداريا ماديا اكيد بيحقق النجاحات. النادي الزمالك بيتفوق على الاهلي في الفتره اللي الاهلي بيقع فيها، بيبقى عنده شويه مشاكل اداريه، بيبقى عنده شويه مشاكل فنيه. فهنا الجاب بين الاهلي والزمالك مش كبير قوي. لكن الجاب بين الاهلي والزمالك وبين انديه الدوري بعيد. حتى انت بتسال احمد ياسين، هل انت تقدر في يوم من الايام تقدر تحقق حاجه مثلا، او تقدر توصل ليه الناس كلها شايفه
انا المركز الرابع ده طموحي. بالظبط. انت اللي بتحجم نفسك، انت اللي بتحجم طموحك. بيجي بدايه من ادارات الانديه، بالمسؤولين عن الكوره، بالاجهزه الفنيه. انت النهارده اللي بتحط سقف لطموحك. صح. ليه صلاح مختلف؟ صلاح بيسالوه انت التارجت بتاعك ايه الموسم ده؟ قال لهم التارجت بتاعي 40 جول، ان انا اجيب 40 جول. في نهايه السيزون حقق 15 هدف صناعه و25 هدف. في النهايه حقق ال 40 هدف يعني اللي شارك قال عليهم. شارك في ال 40 هدف. شارك في ال 40 هدف. صح. فشوف هو حط 40 هدف واشتغل عليهم، لان هو بيشتغل عشان يوصل للهدف ده. انا النهارده هدفي ان انا اوصل رابع، خلاص انت ده سقف طموحك هتوصل له بمعاناه. فانت كل ما سقف طموحك بيعلى، صح، كل ما فرصك في ان انت تحقق النجاح بتكون اكبر. صح. وبالتالي احنا دلوقتي على فكره انا اتفق معاك انه حتى اختيار الكابتن ايهاب جلال مش معاه مشروع. تمام. فاحنا بنستنى من الكابتن ايهاب جلال او المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كروش او غيره ان هو اللي يعمل المشروع، ان هو اللي يساعد في المشروع، ان هو اللي يختار لاعبين جدد زي ما كان بيعمل كارلوس كروش، ان احنا نشوف لاعبين شباب بيخشوا المنتخب مصر لاول مره، ان احنا نشوف مش لعيبه الاهلي والزمالك بس هم قوام منتخب مصر، ان يبقى اللعيبه في الدوري المصري عندها الطموح والحماس ان هم ممكن يبقى عندهم فرصه يلعبوا مع منتخب مصر. عشان كده سؤالي ليك اللي جاي، ايه المطلوب من الكابتن ايهاب جلال لو خلاص الواقع بيقول زي ما انت قلت مش هنضحك على بعض، صح، الواقع بيقول ان المشروع في ايد الكابتن ايهاب جلال وهو في يد امينه زي ما بيقول، يعمل ايه الكابتن ايهاب جلال الفتره اللي جايه؟ بص يا كريم، انا مش عايز اقول كلام، انا بحب اتحاسب على الكلام اللي انا بقوله. طبعا. تمام. عشان لما نيجي بعد فتره، صح، ونتقابل انا وانت تاني، صح، انا يبقى قلت كلامنا، انا عندي مبدا في ده. مش عايز احبطك ومش عايز احبط الناس، لكن انا بتكلم كلام واقعي جدا. الكابتن ايهاب جلال لا قدر الله لو لم يوفق في المباراتين اللي جايين، ايه اللي المفروض هيحصل؟ هل هيبقى فيه مسانده للكابتن ايهاب جلال وتستمر المسانده دي؟ هتواجه مشكله كبيره جدا. النهارده يا كريم الشارع هو اللي بيحكم في الكوره، وده ان دل يدل على ضعف الاداره. انا بقول كلام، انا مسؤول عن كلامي وده وجهه نظري، عشان ما نجيش بعد كده نقول ان احنا قلنا كلام قاعدين مع بعض. اوكي، احنا كل الناس هتساند الكابتن ايهاب جلال، نتمنى منتخب مصر ان شاء الله يوصل اعلى اعلى حاجه. وانا بس عشان اوضح لك كلامك اللي انت هتاكده لي دلوقتي، انت بتقول انه وارد لا قدر الله ان شاء الله يا رب ما يحصل ان يبقى في تعثر في مباراه او اتنين في البدايات، مفيش مدرب حتى النادي بيتحاسب على اول مباراه ولا اتنين ولا حتى شهر ولا شهرين ولا 10 مباريات. طبعا. انت بتسيبه يحط طريقته وفكره عشان الناس تبقى متصوره انه ما انت معاك لعيبه حلوه وما تكسب بيهم. بس انا لسه اصلا ما قلتلهمش يعملوا، لسه ما حفظتهمش. يبقى نرجع برضو يا كريم، ان انت بتفكر، لو بتفكر في مشروع للكابتن ايهاب جلال، يبقى الراجل لازم ياخد وقته وياخد مساحته وتساعده، تسنده جماهيريا، تسنده اعلان. الكابتن ايهاب جلال اول ما تم الاعلان عن تولي المسؤوليه الفنيه لمنتخب مصر كم هجوم رهيب على الكابتن ايهاب جلال. وللاسف كارلوس كروش بكل العقليه دي وكل السي في ده تاثر اصلا براي الشارع، يعني كان عليه ضغوطات كتيره جدا، وللاسف الميديا وكل الناس المحيطين بيه صدروا له راي الشارع، وده مش كويس، ده مش صح. ورغم كده الراجل اشتغل في ظروف صعبه جدا وقدر يحقق تارجت احنا ما كناش نحلم بيه، بس نوصل لنهائي امم افريقيا. بس هقول لك حاجه يا كابتن حسن بعد اذنك، انه مدرب منتخب مصر، انت جيت مدرب منتخب مصر، فلا بد واحده من الحاجات اللي هي السكيلز اللي عندك، المهارات اللي عندك، انك تقدر تتحمل الضغوط. تمام. ليه؟ ان منتخب مصر، تمام، انت دلوقتي مش بتحاسب من جمهور النادي، بتحاسب من الشعب المصري كله. ده في الحاله اللي ان كل الاراء مجمعه على ان المدير الفني ده كله، ده كل الناس كانت عايزه الكابتن ايهاب جلال. لكن لا، انت في خلاف طبعا، خلاف كبير جدا، كان في خلاف كبير وجدل كبير جدا، رغم ان انا بقول لك ان انا وانت متفقين ان هو الاكفأ في مصر، ان هو كمدرب وطني هو الاكفأ في مصر ايهاب جلال. لكن برضه في النهايه كان في رد فعل قوي جدا وعنيف جدا. ليه الكابتن ايهاب جلال؟ ليه ما يكونش كابتن حسام حسن؟ وبدات الاراء، لان احنا دايما مختلفين. لو جابوا كابتن حسام حسن كان يقولوا عايزين الكابتن ايهاب جلال. هي للاسف ما ينفعش الشارع يحكم، ما ينفعش الشارع. هو في الاول وفي الاخر انا كاعلامي ليا وجهه نظر بوصلها، انا كرأي الشارع ليا وجهه نظر بقولها، لكن لازم يكون في مسؤولين عن القرارات اللي بتتاخد، بياخدوها حتى وان كانت النتائج عكسيه في البدايه. صح. انا قلت لك النجاح دايما يا كريم محتاج الاستقرار. صح. سواء استقرار اداري او استقرار فني. صح. صعب جدا ان انا في خلال 100 سنه يتولى المسؤوليه لمنتخب مصر 44 مدرب، كل الطموح وكل الهدف ان انا عايز اوصل كاس عالم، دي كارثه. اكيد لك الكلام اللي انت قلته ده بمعلومه دايما بقولها، يعني دي ديشام المدير الفني لمنتخب فرنسا، جه فرنسا امتى؟ في 2012 راح لعب كاس 2014، عمل نتائج في منتهى السوء في كاس العالم 2014. طبعا. لعب نهائي كاس اليورو، كاس اوروبا اليورو 2016،
خسر النهائي على ملعبه في فرنسا من البرتغال. تمام، كل ده والجماهير الفرنسيه ايه؟ طبعا ثوره، ثوره على الراجل، ثوره في التوقيت ده، مشوا الراجل يا جماعه، المدرب فاشل. طبعا تفضل يفضل الاتحاد الفرنسي متمسك بيه لحد ما يوصل كاس العالم 2018 وياخد كاس العالم. طبعا صبري كام؟ صبري قد ايه بقى؟ ست سنين، ست سنين من الاخفاقات والاداء السيء للمنتخب الفرنسي اللي مليان نجوم، ست سنين صبروا عليه لحد ما خد كاس العالم. ومنتخب بلجيكا كريم، منتخب بلجيكا ما كانش على الخريطه اصلا. طبعا لكن الناس اشتغلوا مشروع طويل المدى، اشتغلوا على الجيل بتاع لوكاكو ودي بروين والناس دي كلها، وعملوا جيل محترم جدا. صح، وصلوا كان يعني وصل في 2018 انه كان هيحقق البطوله. صح، خد برونزيه كاس عالم. كريم كل حاجه ماشيه باسس علميه في النهايه هتنجح. فانا اتمنى ان يبقى في ثوره على كابتن ايهاب جلال. وخلي بالك المدربين الوطنيين نجحوا، والدليل على كده كابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه، كابتن حسن شحاته 2006 2008 2010 حقق انجاز كبير جدا. كان الاولى ان كابتن حسن شحاته في التوقيت ده يكمل، لكن راي الشارع اثر. ما ينفعش نتاثر باراء الشارع ابدا. لازم يكون في اداره عندها مشروع طويل المدى، يشتغلوا عليه بشكل كويس جدا، مؤمنين بيه مهما كانت الاراء، احنا هنصبر وهنكمل. انا ده وجهه نظري. انا في موضوع راي الشارع ده كنت لسه بتكلم في القصه دي من شويه. زي ما انت قلت كده، انت ليك وجهه نظر وانا ليا وجهه نظر، الناس في الشارع ليها وجهه نظر، ودي كوره. يعني من حقنا كلنا بما فيهم الناس اللي في الشارع تقول وجهه نظرها. بس اللي بيدير اسمه مدير. طبعا اسمك الاداره. طبعا بتحط معايير وبتختار بيها. انا ممكن اقول انه الفريق وحش قوي عشان مش عاجبني ترقيصه، ده مشجع ورايي. طبعا حلو، رايك يحترم وحقيقي صح، الاداء ما كانش حلو. بس انت كاداره عارف ان النهارده الاداء مش حلو، ممكن بكره يتحسن، ممكن السنه الجايه يتحسن اكتر. انا بحاول اكد على كلامك. بس انت احنا في مصر يا كريم، احنا في مصر حاليا دلوقتي. انت ما ينفعش تبقى مشجع من جواك مقتنع ان المشجع او راي الشارع ما بيأثرش على لا طبعا بس خلاص يبقى انت الموضوع ده نقفله. ليه بقى؟ لان انا من الناس المؤمنه زي ما قلت لك بفكره ان انا يبقى عندي مشروع اشتغل عليه بشكل كويس جدا، وابقى عارف ازاي هبدا المشروع ده، وابقى دارس الموضوع بشكل علمي، واشوف التجارب اللي حصلت في كل دول العالم اللي تقدمت في كره القدم اشتغلوا ازاي. احنا ناقصنا كتير جدا يا كريم. في حين ان مصر دوله عندها بنيه تحتيه محترمه طبعًا. تقدر تنجح وتبقى تربه خصبه للنجاح، لكن لازم توفر ادوات النجاح ده. لكن طول ما احنا ماشيين بالحب، وطول ما انت ماشي بشكل غير علمي مدروس، لا هتواجه مشاكل كتير جدا جدا. فانا بقول لك عشان ما نجيش بعد كده نقول لا كان لازم نبقى صادقين مع الناس. لا انا انا بحب اقول الكلام اللي انا لما اجي بعد وقت اقعد معاك، لا يبقى انا قلت الكلام ده وانا مقتنع بيه مليون في